هاد البنت اللي مريئه ما دارت لي حتى شي حاجه اللي مقابلاه. هي انا فرحانه حيت ما كذبش على خوتي المغاربه. الاخت ديالي شريفه عفيفه بشهاده الزوج بشهاده الجيران بشهاده الناس اللي كانوا ضمن الشهاده. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في مدينه خريبكة في الموضوع اللي عدد كبير من المغاربه تبعوا القصه ديالو، القصه ديال المرحومه سكينه اللي قتلها الزوج اللي هو عميد شرطه سابق. مشاهدينا الكرام، استاذ الزين بخيار كما وعدت المغاربه بالطلب من الاخت ديال سكينه دخلت على الخط، كانت معنا في الحوار السابق حول بعض النقط في الملف، الا ان اليوم سجلت نيابه ديالها في الملف وعلى اطلاع شيئا ما على القصة من الأول ديالها. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا الموضوع في الأول مع الأستاذة زينب كيفاش شافت القصة، وفي نفس الوقت واش الوقائع تتلائم شيئا ما مع التصريح ديال الأخت ديال سكينة. أستاذة، حنا في خريبكة، جيتي للملف سجلتي النيابة ديالك، بطبيعة الحال أنت كطالبي بالحق المدني في الموضوع، كتنوبي على المرحومة، كيفاش شفتي الملف؟ تفضلي. السلام عليكم استاذ زين بخيار محامي بعيد الدار البيضاء. كنشكرك السي يوسف من هذا المنبر. كما اليوم احنا تنتوجدوا امام محكمه الاستئناف بخريبكة، نظرا اننا تنصبنا كمطالبين بالحق المدني، ادينا الرسوم القضائيه، وكنشكر من هذا المنبر الضابطه القضائيه اللي قامت باجراء بحث في هذا الملف، لانه ادت الامانه والرساله ديالها على احسن ما يرام، بان استمعت جميع الاطراف المشكوك بهم والشهود. كما ان كنشكر من هذا المنبر النيابه العامه وقاضي التحقيق اللي دابا هو كيستمر في حقق في هذا الملف. انا بغيت لاحظت واحد الملاحظه اللي هي لاحظتها في الاول ما قلتهاش اثناء سجلت النيابه ديالي في الملف، ما قلتهاش لان اليوم كنقولها وكنلتمس من بغيت نتوجه الراي العام العالمي، لا المغربي ولا العالمي، باش لان كانت واحد ملاحظات عندي قبل ما ندخل لهذا الملف، نظرا لان لاحوا الصوره ديال الضحيه هذه المقتوله سكينه في الكوزينه ديالها، وكانت شي تصاور وكانت شي تعليقات كيقولوا بان هذه السيده سكينه حصل رجل في اطار خيانه زوجيه، وكيقول بانه هو ما كيولدش ولكن هي هذوك الاولاد بجوجهم ماشي ديالو، على اساس انه تشكك في النسب ديالها داك الشيء عشقتنا. هنا خاصنا نوقف واحد الوقفه ونقولوا الراي العام واللي كيدير هاد التعليقات، وغنبحثوا على شكون اللي لاح ديك الصوره، لان جريمه في حق القانون. ودول اللي داروا التعليقات اللي كيقولوا عداوي، ما يبقاش انسان عداوي، راه حشومه، لان تصفحت الملف وشفت الوثائق كلها اللي كاينه في الملف مزيان، لقيت بان هاد البنت راه بنت شريفه، راه بنت ناس كما قلت المره الاولى، لان كانت سيبهم على وجوههم كما شتي معنا، راه شتي العائله كي دايره، عائله جايه اللي مربيه في الصحراء، هاد الناس راه شرفاء، وكانوا كيقولوا بان هاد البنت الراي العام تيقول بان عندها علاقه يمكن مع شي واحد وحملتها. كيفاش الناس كيسترعوا بهاد السرعه؟ راه جريمه يعتبر في حق القانون، وضروري غنوصلوا شكون اللي لاح ديك الصوره، وشكون اللي صورها، وشكون اللي كان معاها تصورها لها، لان ما كان اذا كان شي واحد في الدار، خاصنا نعرفوا شكون اللي كان في الدار اللي ساعد هذا السيد على ارتكاب الجريمه، لان هذا السيد راه كيعترف جميع كيعترف وخل دابا المحاكمه بقى في طور سريه، ولكن عندنا نقولوا شي المعطيات اللي كاينه واللي حنا عرفناها ولمسناها من خلال الاطراف ديال ذوي حقوق الضحيه اللي عرفناها الاول، وعرفنا بان عندهم صدق في الكلام ديالهم، وعرفنا بان حشومه الناس يبقاو غير يديروا يخدشوا في الكرامه ديال الانسان اللي هو ميته، خاص يقول الانسان انني لا وانا اليه راجعون، ما خاصناش نهضروا في الانسان الميت، الانسان الميت ما يمكنش تهضر عليه وانت ما عارف والو،
لا حقه حصلها والده ولادنا شي هو ما كيقولش لا رجل لان قال لك حيت كان جوج 30 سنه هو جوج على قبل الاولاد فعلا جوج ما كانش كيقول 30 سنه وجوج على قبل الاولاد ورباني الله الرغبه ديالو وراه ولادو هذوك النسب ديالو هو هذاك وتا هو كيقول راه ولادو ما كاين حتى شي حاجه في الناس اللي كيقولوا الناس ما يمكنش ما هو براسو السيد القاتل كيقول بان مرته كانت طيبه وبانها مزيانه وبان سلوكها عندها اخلاقيات رفيعه بانه هو متيقن منها لان عارفين كما قالوا لنا العائله ديالو ما كيخلاش تمشي من لهنا لان ظالمتها لانه هو سلطوي كما قلنا في الفرقه الفارطه هو سلطوي عنده الاراده شتي التفصيل ديالو بين في عيني السلطويه ديالو بغى يطبقها حتى الدار ديالو ولكن انا كنشوف بان كاين شي اطراف من لاحظت انا بدقه اللي استمعت للفرقه الشرطه القضائيه واللي راه سامعني لا سيدو كي الملك سامعهم نحن غنلتمسوا احضارهم حضورهم عند السيد قائد التحقيق قصد اجراء تحقيق معهم واش هما كانوا محرضين لهذا السيد اللي كانت هي المرأة الاخ ديالو والاخ ديالو لان شي جهود كانوا تما تميز حنا غنلتمسوا من السيد قاضي التحقيق مشكورا باش يجي لنا خبره على الهواتف النقاله ديال هذوك الناس لان باش تعرفوا اش هما طرف في الدعوه ولا لا لان الوالدين ديالها وعائلتها اكدوا لنا في البدايه بان اللي أدى لهذا الزوج باش قتل مرتو هو الأخ ديالو والمرأة ديالو لأنهم ما كانوش باغيين يولد معنى إيش؟ لأن كان تيصرف عليهم لأن كان باغي هو اللي كيعيشهم هو اللي كيعطي النص الخلصة ديالو كلها ليهم إذا ما باغيين يبقى بلا أولاد باش ما يولدش على قضية الوت وزادهم داك الشيء حقدا من اللي ولدت الولد. هنا إذا سمحتي لي أستاذة أنا أعطيتيني نبدا على الملف أنا غنحاول ما أمكن نرتب معك الأسئلة باش الرأي العام يستوعب معنا أنت على اطلاع على الملف غنمشي أنا وياك سؤال جواب أنت التصريح ديال الأخت سمعتي خديتي فكرة الصورة عندك متكاملة الملف بين يديك طلعتي عليه فهمتي السؤال الأول اللي عندي معك هو الزوج مرتكب الجرم ماذا يقول على العلاقة ديالو بالزوجة واش هو كيشكك في دوك الأبناء نعم أم لا ما جاء على أيادي الضابطة القضائية اللي بحثت معاه هذا السؤال الاول واش هو دوك الولاد معترف بهم ولا لا؟ لا معترف بهم ومعترف حتى لدرجه ان العلاقه هو في المحضر هو في الاعتراف ديالو امام الضابطه القضائيه كيقول بان العلاقه الجنسيه كانت عنده في رمضان يعني ان هي راح بشهرين ما عمره ما تشكك قال كذاك ولدي ولدتو ما عمره ما تشكك فيها من هذه الناحيه تشكك فيها قال لك على اساس ان مرتخو هذه الزوجه ديال الاخ ديالي هي كتحرضه كتقول لي راه يمكن تدي لك تو كذا تدي لك هذا تدي لك هذا وما شككش هو هو كان نزيد هذا الهضره ديالو قال لا احسن ما يرى ما يجيب السؤال الثاني المساله الثانيه هو ديال لاديان على الابن وكذلك على الجنين شنو المآل ديالها في هذه المسألة؟ دارت لاديان على الجنين دار على المرأة باش عرفوا ضروري كتكون خبرة جينية على المقتولة وداروها على الجنين قالوا بأنه ولده تطابق تطابق هو ما عمر ما قالش هو عندي شك في هذا الحمل هذا الحمل ولا في ذاك الولد ولا ما قالهاش هو ما صارف يقول بان ولاده وقال لك غير كانت خلافات بيناتهم في كاي علاقه زوجيه بحال هكا الا انه كاين شي طرف اللي داخل عليهم اللي كيقالوا الاولياء ديالها قالوا لنا بانهم هما عرفوا المشكل من الاول بان ديك الزوجه ديال الاخ ديالو هي اللي كانت عندها علاقه بالمشكل لدرجه ان من اللي ارتكب الجريمه اول واحد اتصل بها هي الزوجه ديال الاخ ديالو هنا كاين واحد الشبهات كاين واحد قرائن خاصه نعرفوا هذيك الزوجه نفرغوا الهواتف نعرف الهواتف النقاله ديال الناس باش يفضح باش يبان لنا بوضوح اللي دار شي حاجه ياخذ عقوبه يعني ما يمكنش كاين حتى المحرض كاين تعاقب حتى المحرض خاصه نعرفوا اش كاين في ذوك التليفونات لان خاصهم حتى هما مساهمين ونشوفوا شكون اللي جا للدار باش صور ديك التصويره اللي تحت البيبري قبل ما يتنشر هذا الملف وكيقولوا تيقولوا بان السيده حصلها راجلها ما كيولدش ولا ولدت وحشومه هنا كيتطرح سؤال مادام هو حسب التصريح ديالو كيعترف بالنزاهه وبالبراءة للمرحومة والولاد تبت بأن ولاده بجوج هذا إجراء طبي جيني محض ما فيش نقاش واخا شنو هو السبب اللي عطى الضابط القضية أنه ارتكب هذا الجرم وقتل بهذه الطريقة؟
السبب ضبط القضايا بانها كانت كتاكل ما كانتش كتاكل كتجي الشعواده هذاك الشيء الشعواده هذاك الشيء كانت افكار مستورده من جهه اخرى اللي كانت مأثرة عليا كانت ما بغاش يولد اللي كانت هادشي راه باين راه ما يمكنش هاد السيد بن حده اللي هو اكبر منا بواحد 30 سنه وهي قا واحد بنت صغيره اللي في رايعه الشباب ديالها ومع العلم انها كانت ناضجه لكن ما قلت لكم مره الاخرى الفارطه تكون بان ذريه عرفها اختارها لان هو باغي الناس كاين شي واحد النوع ديال الناس ديال اللي كيبغيو يعفطوا على المراه المراه ديما بقى عفطت عليها واختارها مش عفطت عليها وهي مسكينه قابله داك الشيء لان ما يمكنش العدد ديالهم والتقاليد ديالهم ما يمكنش يطلقوا الناس حيت الناس اللي عندهم اصول حقيقيه البنت تجي دار بها راجل قاتله كيقول لها رجعي لدارك لان ما كيرضاوش الطلاق لان الطلاق ما كيبغيوش العائلات محافظه لان كيعتبروا جرم ولكن هنا هذه المرحومه انا كن نعزها مره اخرى والله يدخلها الجنه راه ما تبارئه راه مغدوره الحمد لله. انا الحاجه الوحيده اللي بقات فيا واثرت فيا هي ذاك الولد. هذاك الولد كي غيكون مصيره كي غيدير تيواجه الدنيا الاب في الحبس اللي غياخذ عقوبه خطيره يمكن يمشي فيها يموت فيها والام مات مقشوره غادي نشوف مصير. هو حاليا كما كيصرح نعطيك هذا السؤال استاذه كيفاش كيتكلم هو على الوضع الصحي ديالو اسباب ومسببات الواقع. قلتي لي انه بين الاشياء اللي كان سبب شنان بينه وبين الزوجه هو هاد التوكان وهاد الامور وكذلك كيفاش هو في الوضع الصحي تيقول انه ما تيقدرش يمشي وهذا وهذا وفي نفس الوقت درتي انك انت تاخذ بندقيه وتقتل كيفاش كيفاش كنشوف هذا واش العامل النفسي عنده واش مريض نفساني واش مرض نفسي ولا كيقول لك مرض شويه نفساني دار ماشي مرض نفسي دار مجرم هذا متسلط ماشي اللي دار شي جريمه نقول عطاوه مرض نفسي راه كاين مجرم بالفطره راه كاين كيزاد بالفطره بالفطره مجرم كاين الناس كيزادوا في الاجان ديالهم الاجرام ماشي نقولوا اللي قسم نقولوا حنا مرض نفسي والمرض النفسي راه كيتعاقب اش بغا يكون اشديتي جلستي قابلتي ما دارتك والو السيده كيقول هو بعض المعطيات كيقول بانها كان غادي يبيع ديك البندقيه ومشى تاع السيد عطاه الفلوس باش يبيعها ب 6000 درهم ورجع لي قال لي ثاني تراجع عليه ديك البندقيه حطها تما وشارجاها وديك الساعه قال لي كنت مخاصم مع ديك لافاي ديك النهار كانت الوالده ديالها المسكينه الوالده ديالها مشات حيت ما بغاتش تبقى تخلق لهم شي مشاكل حيت قالت ما تشوفيش بنتي وتبدا تصر باش تصرح مع راجلها وتعينو حيت كانت في واحد هي مقابلاه شحال مده ما كتخرجش على قبله لدرجه انهم كيديو الدري لعندهم باش هي تقابلو غير هو والحمد لله راه هو صحه جيده كيف ما دابا في هذا الوقت الحالي راه حيد هذاك الشيء ديال البروستات كندير راه في صحه جيده هو دابا باقي في السبيطار ما عرفتش واش باقي السبيطار ولا ولكن جميع المتهمين ملي كيدخلوا السجن دايز مو غادي جاي السبيطار هادي معوده عليهم. استاذ غيبقى عندي سؤال اخير هو صك التهام باش متابع من طرف النيابه العامه وحاليا في السنطاق تفصيل عن سير قضيه التحقيق عطيني ديال النيابه العامه دابا هو النيابه العامه تبعاه بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وكذلك دابا في السريه ديال قاضي التحقيق وكان متيقن بان غيمشي ديال قتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لان ما عنده حتى شي دافع راه غيجعلو يقتل واحد المراه واخا يكون عنده الدافع راه عنده ذلك استعمال السلاح واخا يكون هاد المراه حصلها بحالة تدبوس ما عندوش حق يقتلها راه غيتابع بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد راه ما يمكن عندك حتى شي واحد يقتل واحد اما بالاحرام هاد البنت اللي مريئه ما دارت ليه حتى شي حاجه اللي مقابلاه ما يمكنش واحد البنت فواحد لاج غتقابل واحد الشاب اللي مركز الدري انا معك استاذ في الاطار العام هذا والقانون هنا معك انا كنقول لك ما جاء به هو في الاعترافات ديالو من غير هذه المساله ديال التوكال فيما يخص مساله هذوك الاولاد ماشي ولادي جاوبتيني عليها اللي كنعاود نلح عليها هو مساله العلاقه ديالو واش عنده فيها شك ولا شنو قال هو في المرض لا ما عنده حتى شي شك في المرض لان واش الدليل ونهار قابله والتصريح ديالو ما كتخرج هي ما عارفه هو ما يمكنش راه السيده راه كتقابلوا ليل ونهار راه تعرفي اللي بنت شابه بحال عبد ولات عند واحد السيد ماركه كيدير بها اللي بغى راه ماشي وصلت لدرجه انه يتيري فيها راه خاصو يشكرها كيفاش تقبلات وبعدا كزوج لان لا يعقل بنت ذاك السن تاخذ راجل ذاك السن كوميسار ها كيتبعوا كلمه كوميسار راه ماشي انا كوميسار راه عنده ملاير ولا عنده راه ما عنده والو هذا قبلات وعنده حتى حاجه انا غادي نوضع لك واحد السؤال استاذ بطريقه اخرى بقي معايا مشاهدينا الكرام
مشاهدينا الكرام لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، عندي معك سؤال واحد وغير رجع لعندك. التاريخ ديال الزواج معاه واش من تاريخ؟ 2019 تزوجت معاه. هنا وأخت اللي هي متتبعة لنا أختها حضرت للزواج في 2019، هو في المحاضرة والسادة أنه هو ولا تقاعد في 2018. الرأي ديالك في الموضوع؟ ها يا كنت قلت المرة الفارطة. يعني ما قالهاش اليوم؟ لا قلت لها كان في المرة الفارطة، لأن هي قال لها قلت لها شحال السن ديالو؟ قالت عنده 6 سنين. قالت تزوجت به وعام ما راضيش، لأنه هو قال لها عندي 50 سنة. هو الناس ملي كيكبروا وهي صحاب راسها عنده 50 سنة تزوج به، إما ماش لاج ولا شي حاجة، كي هو قال لها 50 سنة يعني أنه باقي خدام، يعني أنه باقي سلطوي، يعني أنه باغي يمارس على السلطة ديالها. زعما أنا كوميسار كوميسار ماشي يعني انك انت تضغط على الناس وتفق الخدمه ديالك، راه عندك حدود، راه ماشي دير شي حاجه، كل واحد عنده خدمته الوظيفه ديالو كيأدي بامانه، راه ماشي السلطه يعني انك تبقى خاص السلطاوي حتى تموت السلطاوي. راه قلت لكم انا في المره الاخرى قلت لكم بان هذا ديك الساعه باقي ما شتا حاجه، ما حاضر لا والو، عرفتو قلت كيخدم عن بعد. لا يعقل شي واحد موظف خاص التقاعد يخدم عن بعد، او كاين شي كوميسار ولا شي قاضي ولا شي يخدم عن بعد، ولا شي مسؤول، اي مسؤول. قاضي التحقيق خاصو يدير جميع الناس المصرحين في الضابطه القضائيه لانهم مهمين، راه كاين حتى التليفونات ديالهم، سواء هذاك اللي كان غادي يبيع ليه البندقيه راه كاين الرقم الهاتف ديالو والعنوان وسامعين ليه، شي شهود من الجيران خاصهم ضروري يجيو، خاصه تنأكد على شكون اللي صور هذيك الصوره ولا حال هي جريمه، غنعرفوها من خلال غنتمس من السيد قاضي التحقيق باش يخرج الفرقه الوطنيه لاجراء خبره على الهواتف ديال هذوك الناس باش نشوفوا العلاقه بينهم وبين القتل ديال هاد المرحومه. استاذ الله يوفقك يا ربي، وحنا دائما على تتبع معك لهذا الملف مشاهدينا الكرام، مستجدات جديده صراحه كما تبعتوا معايا سمعناها مع الاستاذه، غادي نشوف بعض النقط مع الاخت اللي عدد كبير من المغاربه تبعوا معها القصه ورواتها بطريقه راقيه وطريقه الشرح ديالها مبسطه، كل شيء استوعب معها الامر. سمعتي الاستاذه طلعت على الملف، مجموعه من الاسئله عندك، كيفاش شفتي هذا الملف؟ السلام عليكم بعدا خويا يوسف، شكرا على التواجد ديالك معنا، وشكرا للاستاذه زينب على التعامل الراقي والحب ديالك لينا من خلال الوقوف على القضيه ديال الاخت ديالي، شكرا لك بزاف. بما يخص الملف او القضيه، انا فرحانه حيت ما كذبتش على خوتي المغاربه، انا كانت عندي كل ثقه في اختي الله يرحمها، كنت متاكده من التربيه ديالها اللي عطاتها الام والاب ديالي انها ما مشات هكاك، انا عارفه الاخت ديالي شريفه وعفيفه الحمد لله، والحمد لله الضابطه القضائيه قامت بالواجب ديالها وحسب المعطيات اللي روات لنا الاستاذه، انا ما كذبتش على خوتي المغاربه نهائيا، وحتى هو يعني اعترف بان الاخت ديالي كانت دات سلوك جيد معاه، يعني داك التعاليق السلبيين اللي ما راعوش لينا فيهم ولا راعوا الحرمه ديال ديك السيده ولا الله يرحمها ولا شي حاجه، اللي دغيا اتهموها بخيانه زوجيه واللي اتهموها بان دوك الاولاد ماشي ديالو واللي خرجوا بزاف ديال الكلام، غنقول لهم كلمه واحده، هي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الحمد لله البراءه ديال اختي من هذه الناحيه، اختي ما دارت لي بيديها لا برجليها، مشات ضحيه ديال واحد الزوج ومشات بالنسبه للزوجه ديال الاخ ديالو اللي هي كانت النقطه السوداء في هذه الجريمه اللي حنا فيها اليوم، الشيطانه ديال هذه الجريمه اللي وصلنا لها، اللي الله ياخذ فيها الحق، هي اللي تسبت في هذه المشاكل كامله، لا على لساننا حنا ولا على لسانه هو، اللي كنتمنى ان السلطات تاخذ فيها جميع الاجراءات اللازمه لتاخذ العقاب ديالها ان شاء الله، حيت ما يمكنش مجرمه بحال هذيك تبقى طليقه حيت كما ادت اختي غتادي ناس اخرين. فانا عندي كل الثقه في القضاء المغربي انه غينصف الاخت ديالي، والحمد لله هادشي اللي شفت، وكيف ما قالت الاستاذه ديالنا الاخت ديالي شريفه عفيفه، بشهاده الزوج بشهاده الجيران بشهاده الناس اللي كانوا ضمن الشهاده، الحمد لله الاعتبار ديال الاخت ديالي غير رجع ليها، حيت بزاف ماشي بزاف شويه ديال المغاربه اللي ساءوا الظن في الاخت ديالي وحكموا عليها بدون ما يعرفوا القصه ديالها، ودغيا اتهموها بانها خيانه زوجيه وبانها هي اللي دارت للزوج ديالها، لا على لسان الزوج بان هي كانت مهتمه به وهي كانت مراعيه في ديك الفتره، ولكن النقطه السوداء الشيطانه المشعوذه هي اللي تسبت في هذا الشيء كامل.
اختي كنتمنوا لك التوفيق يا ربي. والساده شكرا لك وحنا على التتبع معك الملفي ان شاء الله. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا القصه ديال سكينه اللي توفات عن طريق الزوج سلوك اجرامي محض. مشاهدينا الكرام استاذه سجلت النيابه ديالها في الملف عطاتنا معطيات لتصريح ديال العميد السابق وكذلك اعتراف تلقائي الذي هو في الاخير في صالح المرحومه بشكل كبير للنزاهه ديالها ولم يشكك فيها في امور تتعلق بخيانه او ما شابه. كما انه الضابطه القضائيه مشكوره وكذلك النيابه العامه والذكاء والدهاء ديالها في الابحاث وكذلك في الاسئله اللي واجهت مرتكب الجرم في الموضوع قدرت توصل الملف بشكل ذاك الجنين تطابق منه ومن المرحومة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني موضوع النقاش وهو كما قالت الأستاذة بعض النقط اللي شار لهم مرتكب الجرم حول زوجة الأخ دياله وهذا هو التتبع الملف. بطبيعة الحال الضابطة القضائية قامت بواجب ديالها مشكورة وكذلك النيابة العامة والآن دور السيد قاضي التحقيق في إطار الاستنطاق التفصيلي باش يصدر قرار كيف اللي غيحيلو القضاء الجالس اللي هو صاحب القرار في الحكم بطبيعة الحال. مشاهدينا الكرام ما راج وما يشاع وما يتم التداول فيه في الأول من الشارع القضاء كان حكيما في القرار ديالو والقضاء كذلك لا يحتكم القرار الشارع. بعض الأمور مناوشات صراحة فيها علامة استفهام والحقيقة الآن أنه المرحومة لها من نزاهة ما يكفي والله عز وجل يجعلها من أهل الجنة. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد مع الأستاذة فيما يخص ما سوف يتم بطبيعة الحال في إطار الأبحاث المستقبلية عن السيد قاضي التحقيق لتبيان الحقيقة أكثر. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم. أنا بغيت نقول لكم اليوم هذه هو النهار الزين عندي اللي خرجت بنتي بما داكشي اللي في كرشها ولدو. اليوم أنا غندير العرس بنتي جديد هذا هو النهار ديالها غنمشي وغندير لها عرس جديد هي مشات للجنة.